مساء الفل يا كابتن، منور عليك يا كابتن يا سيدي. والله احنا سعداء واسعدت الشعب المصري سعادة يا شريف، والله ما بعدها سعادة. الحمد لله يا كابتن. والله يعني يا كابتن، يعني حضرتك عارف احنا يعني البطولة دي احنا كنا محتاجينها جدا معنويا، ويعني انا مش قادر اقول لحضرتك احنا شعورنا ايه هنا. يعني انا بعد البطولة دي كل جمهور مصر وجمهورنا بصفة خاصة وشهدائنا اللي يعني وصلوا، اللي كنا بنتمنى يكونوا بيأذونا النهارده، بس انا متاكد يعني الفرحه يعني الحمد لله وصلت لكل الناس. وكابتن مدحت، يعني انا عايز اقول لحضرتك برضو بشكل خاص ان انا متاكد ان حضرتك فرحان زيك زي بالظبط الفتره اللي فاتت، عشان انا عارف يعني حضرتك عارف لما حصل بينا اتصال انا كنت عارف قد ايه حضرتك مساند. الله يخليك. بس وانا مش عايز التفت لحاجات فاتت، بس الحمد لله البطوله دي خير تعويض لينا كلنا على كل تعب شفناه الفتره اللي فاتت، وانا بحمد ربنا وان شاء الله مزيد من الانتصارات الفتره الجايه ان شاء الله. وانا الحقيقه بحييك يا شريف ان انت قدرت تقف امام عاصفه الانتقادات بصلابه، يعني عديت المرحله دي ازاي يا شريف؟ قول لي. بص يا كابتن، انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا مش عايز اخد الموضوع بكل نيه، انا بكون منتهى حسن النيه، انا حارس مرمى النادي الاهلي وده قدر لعيبه النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي بشكل خاص، ان انت دايما بيبقى قدرك ان انت تتحمل الانتقادات، وحتى لو كان في منها او معظمها هدام مش نقد بناء، بس ده قدرك يعني المفروض تستحمل، الواحد ما يلتفتش للحاجات البناءة، النقد على عيني وعرضي من فوق واسمع له كل حاجه لو كان نقد ايجابي، انما لو الموضوع تعدى النقد دخلنا بقى في هدم وتجريح، يبقى ده مش مقبول لاي حد يعني. فده طبيعي ان انا ما بستفزوش، يعني ولو استفزت له يعني خلاص انا يبقى خلاص اقف مكاني ومش هقدر اكمل. انا كابتن خدت كل ده وحولته لطاقه ايجابيه، ان انا مش معنى كده ان انا نسيت الماتش، بالعكس انا يعني انا اكتر واحد كان متضايق في مصر كلها بعد الماتش الاولاني كان شريف اكرامي، مش على عكس ما الناس قالت ان شريف لا بالعكس، انا كنت يعني كان قلبي يعني زي ما تقول كده كابتن معصور من الزعل، بس خلاص انا قادر ان انا لازم احول الكلام ده كله لطاقه ايجابيه عشان اقدر ان انا ادي الماتش الثاني، وان شاء الله نادي المطلوب، ان يعني الفريق البطل ما بيلعبش مباراه واحده، بيلعب مباراتين. احنا اثبتنا النهارده ان احنا جايين النهارده ناخد البطوله من اول الماتش ابتدى والنتيجه 0-0، واحنا كان باين اصرارنا ان احنا نجيب جون والثاني، صحيح عشان احنا ما تراجعناش، بس فده كان واضح علينا. فالحمد لله، يعني بقول بس كل الناس اللي انتقدتني بشكل ايجابي بقول لهم الف الف شكر، انا اكيد بستفيد من نقدكم، وبقول للناس اللي كانت بتنتقد نقد هدام وبيجرحوا عايز اقول لهم هتكتبوا ايه النهارده؟ صحيح. وتتذكر يمكن يا شريف ما دام انت اشرت للمكالمه اللي حصلت ما بيننا، ان انا قلت لك جمله، قلت لك يا ريت تبلغها لزملائك، قلت لك احنا كنادي الاهلي انتوا بتمثلوا مصر افضل بكتير، متذكر؟ يا كابتن والله، وده فعلا اللي احنا كنا بنقول لبعض، قلنا اهم بقى حاجه يا جماعه ان احنا متاكدين احنا احسن، ان احنا نصدق ان احنا نقدر ناخد الكاس من رابط، مش فكره ان احنا الفرقه البطل بتلعب الماتش، بالنسبه لنا مش ماتش واحد اللي في القاهره، الفرقه اللي عايزه تحسن البطوله دي تلعب الماتش اللي في مصر وبره مصر، حتى لو حصل عدم توفيق او اخطاء خلاص ننساها ونركز في الماتش اللي بعديه عشان نقدر نحسم ونعوض الماتش، يعني ده فعلا اللي حصل. انا بشكر اللعيبه النهارده فعلا، يعني كانوا رجاله بمعنى الكلمه يا كابتن، يعني انا فخور ان انا بلعب مع مجموعه لعيبه زي دي، وفخور ان انا اتعاملت مع الجهاز ده فعلا يا كابتن. والله يعني احنا استحملنا كتير وتعبنا كتير، والحمد لله ربنا عوضنا خير عن كل فتره. وعايز اخص كابتن طارق سليمان، بصراحه الراجل تعب معايا جدا 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 الفتره اللي فاتت من كل حاجه يعني، وده الحمد لله ربنا عوضني وعوضه خير، الحمد لله ان احنا قدرنا ناخد البطوله من هنا الحمد لله. مليون مبروك يا شريف، مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا، متشكر جدا جدا جدا.